السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله دائما تكونوا بالف خير. معكم اخوكم احمد، رجعت لكم اليوم مقطع اسطوري جديد. مقطع اليوم شباب راح اوريكم كيف تضيفون هذه يا شباب على مقاطعكم على اليوتيوب يا شباب، طريقه اضافتها وتحميلها كمان. فقبل ما نبدا يا شباب لا تنسونا بلايكاتكم للمقطع هذا، اشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات وحطوا كل الاشعارات. ان شاء الله راح تكون في شروحات كثيره باذن الله على اليوتيوب وكل ما يخص اليوتيوب ان شاء الله. اول شيء يا شباب راح نروح على تحميل الفيديو، فيديو الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. نستنى بعض الثواني هون يا شباب، نضغط على زر نيكست، راح تنزل تحت تضغط على نيكست مره ثانيه. تستنى كمان 10 ثواني هون. اسف جدا يا شباب على الاعلانات هذه، بس يا شباب هذا بيعتبر دعم بسيط لنا، الله يسعدكم يا رب. نضغط على الحصول على الرابط continue وراح تستنى كمان 10 ثواني هون. اوكي شباب راح نضغط على الحصول على الرابط، نجتاز الكود هذا كود الكابتشا. اوكي شباب نضغط على click to continue، نستنى ثانية واحدة ونروح لرابط التحميل free download. شباب حجم الملف صغير جدا 80 كيلو بايت، نستنى 30 ثانية ونبدأ نحمل. المهم يا شباب راح نشرح الطريق على برنامج المونتاج، برنامج فيلمورا 9. برنامج فيلمورا يا شباب اللي بعتبر انه افضل برنامج مونتاج للامانة، سهل خفيف على الاجهزة وما مو معقد كتير، فبعتبر انه البرنامج هذا بعتبره الافضل، فراح نشرح عليه ان شاء الله. حمل الملف يا شباب، نضغط على استخراج الملف، راح يطلع لنا ملف صغير الفيديو هذا هو الفيديو يا شباب. راح ندخل لبرنامج المونتاج ووندرشير فيلمورا 9، نفس الطريقه بتضبط على برنامج كامتازيا او اي برنامج بدك اياه، لكن بفضل برنامج فيلمورا، يعني ممتاز جدا بدك تمنتج عليه مقاطع. ولو بدكم كمان اشرح عنه يا شباب عن برنامج فيلمورا فاكتبوا لي تحت في التعليقات، راح اشرح واحط لكم مقطع عن طريقه تحميله وتفعيله، ليش لا نفعله كمان. فنحاول يا شباب ان نحمل مثلا مقطع هذا الي، مقطع صورته وسجلته ان شاء الله راح انزله لكم. نحمل مثلا هذا المقطع نحطه هيك، وراح مثلا اضيف انا مثلا هذا. السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله ديم. نحاول يا شباب نوطي الصوت، نحاول نوطي صوت الفيديو هذا. اوكي شباب فهسه راح احاول انه اجيب المقطع، هيو المقطع يا شباب، نجيب المقطع هيك وراح ننزل مثلا بدي اضيفها في المكان هذا، بدي اضيفها مثلا في المكان هذا، تنزلها بهذا الشكل، بتيجي هون تضغط ضغطتين بزر الفأرة الايسر يا شباب، ضغطتين هيك، بعدين يا شباب راح تروح على الفيديو بالشكل هذا وتنزل عند خيار كروما كي تضغط عليه، ايوه هيو انشال بالشكل هذا. لسه يا شباب في بعض التعديلات، راح تيجي هون وتسحب اسحبها انت عند ال 15 مثلا، خليها 15 وخلص. انت لو بدك كمان تسحب يعني اسحب، بس انا بخليها 15 هيك، وبدك يعني تقدر تصغرها وتحطها في اي مكان انت بتريد، مثلا راح احطها انا هون. اوكي هسه شغاله، ايوه شباب زي ما بتسمعون، اوكي هيها شغاله شباب. وزي ما قلت لكم تقدر يعني ترجع وانت راح تشوف، يعني لو شفت انه غير واضحة او عليها ضبابية او اي شيء فتقدر تضغط مرة تانية وتعدل زي ما بدك. مثلا راح اخليها 55 هيك، راح اخليها هيك يا شباب. اوكي هسا بعتقد انها كويسة، شباب. اوكي هيها زي ما تشوفون، هيها شباب الجرس واللايك، هي صراحة هذه بتعتبر كويسة على المقاطع، بتشجع الناس انها تضغط على زر اللايك وزر الاشتراك على قناتك. كل التوفيق لكم يا شباب، بالنسبه للناس اللي عندها قنوات بتمنى لكم كل التوفيق. لا تنسونا باللايك يا شباب للمقطع هذا عشان يوصل اكبر عدد من الناس والناس اكثر تستفاد من الفيديو هذا. اشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات، اراكم ان شاء الله في مقطع قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.